طبعا قطع جسر النجف حاليا من قبل الاخوان المتظاهرين، طبعا قطع تام. نجف ديوانية، طبعا الجسر العالي مقطوع تام. طريق حمزة ديوانية كذلك تم غلقه من قبل المتظاهرين اخواننا. طبعا شو اسمه جهة طريق الشافعية كذلك همين. طبعا هاي سبب كل هاي الاوضاع، الحكومه اللي طبعا يلعبون بمشاعر الناس اللي جاي يصير. والله العظيم حكومه التعبانه. يوم الله يا ويلي يا ويلي.